سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقولها يصلي 4 لا يعني أنه يصليها بتسليمة واحدة، بل كان يصلي 4 بتسليمتين، يسلم من كل ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، ولكنه كان يصلي 4 دون فصل، أي يسلم من الركعتين الأوليين ثم يشرع في الركعتين الأخريين ثم يستريح، ثم يصلي 4 يسلم من كل ركعتين ثم يستريح ثم يصلي 3. هذا هو وجه الحديث. وعلى هذا فالأفضل أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة، لكن تكون متأنية يطيل فيها ليتمكن الناس من التسبيح والدعاء، لا كما يفعل بعض الناس اليوم تجده يصلي التراويح مسرعا حتى لا يكاد المأمومون يتمكنون من متابعته، وهذا غلط، غلط من الإمام، لأن الإمام يجب عليه أن يقوم بالناس كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الصلاة وعدم الإخلال بشيء من واجباتها وأركانها وشروطها، لأنه ضامن. ولو صلى الإنسان 13 ركعة فلا حرج، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا 13 ركعة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولو صلى أكثر من ذلك فلا حرج، لأن الباب واسع، لكن المهم، كل المهم، أن يكون الإنسان مطمئنا في صلاته متعنيا، يراعي من خلفه ويمكنهم من الذكر والدعاء، وما هي إلا ليال معدودة ثم ينتهي الشهر